ملي كنجيو نفرشوا الدار ديالنا كنعزلوا بيان سور المنطقه اللي بغينا نحطوا فيها التكلفه ولا البيدجي المهم في الدار ديالنا. كيف ما كنعرفوا هو الصالون البلدي ولا الصالون المغربي ديالنا. كيف ما فهمتي وهذا هو موضوع الحلقه ديال اليوم، غادي نشوفوا الانواع ديال الصالونات، المقاييس والمشاكل اللي خصنا نتفاداوها. ما نطولش عليكم، اللي ما مابونيش يتابونا، لايك بارطاج، كذلك الجرس باش يوصلوا لي نوتيفيكاسيون ديال الحلقات الجايين. نبداو على بركه الله. السلام عليكم، مرحبا بكم، رمضان مبارك سعيد. واللي مازال مفطر بصحه فطورو، واللي مازال صايم تقبل الله صيامكم. غادي نبداو الحلقه ديالنا ديال اليوم كيف ما شفنا، وهو موضوع الصالون البلدي اللي كلشي كيتسنى وكلشي طلبني عليه. خليته سبيسيال لرمضان لانه مع الاجواء ديال رمضان، وكيف كنعرفوا فين كيقرب العيد كلشي كيبغي يبدل الصالون ديالو، كيبدل الفراش ديالو باش يعطي داك لاطوش جديده، وبان كاين تغيير في العيد ديالنا. دونك غادي نبداو اول حاجه كيف دائما، وهي قبل ما نبداو الصالون ديالنا كيف دائما خصنا نعرفوا القياس ديال البلاصه اللي غادي نخدموها، واش البلاصه صغيره ولا البلاصه كبيره. هذه اول حاجه. بيان سور ناخذوا العبارات كيف ما قلت لكم في الحلقه الاولى، دائما ناخذوا القياس تاع البلاصه اللي غنخدموا فيها في الصالون باش نقدروا مع المهني نتفاهموا معاه ونعطيوه العبارات. كذلك ملي نمشيو ناخذوا التوب ونشريو التوب ديالنا نكونوا عارفين القياسات اللي خاصنا. كذلك القياس مهم جدا، علاش؟ باش نعرفوا النوع ديال الصالون اللي غنديروا، يعني واش اون ال كيكون غير في قنت واحد، ولا اون او كيكون على ثلاثة ديال الجوايع. قبل ما غادي نبدا هاد النقط كامله، بغيت نقتسم معكم واحد شويه ديال ليستوار ديال الصالون المغربي. ان الصالون المغربي جاي من الاندلس، كان في عهد الاندلس كانوا هما اللي كيستعملوه، كانت الغرفه اللي كيستقبلوا فيها الناس ديالهم والحبيب ديالهم. دونك كانت هي المنطقه الرئيسيه في الدار، داكشي علاش كانوا كيخدموها بزاف في حوايج بلديين. الصالون المغربي الاصيلي الحقيقي هو الصالون اللي كان مصوب بالفرش ديال الخشب منقوش، مع الفرش ديالو اللي كان بالصوف شحال هذه كان ثقيل. كذلك في الحيوطه ديالو كنديروا فيهم جليج بلدي والنقش في السقف. دونك هادو كانوا هما الاساسيين في الصالون المغربي. لكن دابا مع التطور ديال لا ديكوراسيون وكذلك ما بقاش البلاصه بزاف باش نصوبوا الصالونات بزاف، دونك ولينا كنتكافاو ولينا كنمشيو شويه في لو ستيل مودرن، يعني صالون مغربي ولكن عصري، هو اللي غنشوفو في هذه الحلقه ان شاء الله ديال الصالون المغربي شويه عصري. دونك كنت بغيت نتقاسم معكم هذه النقاط ديال الصالون المغربي الاصيلي اللي كان، وهو دائما كيكونوا فيهم كاع داك لي زارتيزانا ماروكان، يعني كاع داكشي اللي كنخدموا المهنيين المغاربه، كل ما كان فيه النقش وجليج بلدي. كذلك التوب كان بالكمخه، كان بالتواب اللي مصوبين بالماكينه على اليد، الزرابي حتى هما كانوا زرابي بلديين، الزربيه رباطيه كيف ما كنعرفوا. الطبالي ديال الوسط اللي كيكونوا في الصالون كتكون اما طبله كبيره حتى هي منقوشه، ولا طبالي تابعينها في الجنب. دونك هادو كانوا هما النقاط الاساسيه ديال الصالون المغربي. دابا غنمشيو نشوفوا التغييرات اللي دخلوا في الصالون المغربي اللي ولينا حنا كنستعملوه دابا في الصالون المغربي ديالنا العصري. دونك اول حاجه كيف قلت لكم غادي نشوفوا واش غادي نديروه اون فورم دو ال ولا اون فورم دو او. دونك الا كان ال راه مزيان، غادي نديروا جوج مضربات ديالنا وغنكتفي، وغيبقى لنا حيط غادي نديروا فيه التلفازه الا كان عندنا هي صالون واحد. اما الا كان عندنا البلاصه فمن الاحسن نديروا لا فورم ديال او، كيكون عندنا ثلاثه المضربات، لان هذا هو النوع اللي كيجي مع الصالون المغربي. الصالون اللي كيكون اون ال كيكون شويه غادي للمودرن. دونك المغربي دائما خصو يكون ضاير على البيت كامل. دونك دائما نحاولوا نشوفوا البلاصه المنطقه اللي عندنا فيها ثلاثه الحيوط باش نديروا داك الصالون ديالنا مجموع، لان كيف ما كنعرفوا الصالون المغربي كيجمع لينا سي اللمه ديال العائله، دونك خصو يكون في ثلاثه ديال البلايص ديالنا. دونك شفنا النوع ديال الفراش تفريشه واش ال ولا اون او. غنمشيو دابا النقطه ديال الا كان عندنا الفراش اون او. دونك الفراش الا كان عندنا اون او عندنا بزاف ديال الاختيارات. كاين الاختيار الاول وهي كنديروا مطربه من راس لراس داير، ما كنديروش هذوك لي كوان، يعني داك القنوطه اللي كيكونوا في الجنب. اما الناس اللي كيبغيو يديروا القنوطه فعندنا جوج حلول. كاين الحل الاول كنديروا داك لي كوان كيكونوا بالخشب، كيكونوا طالعين في الجنب تاع السداري، كيكونوا بالخشب تابعين النوع ديال الخشب ديال الفراش ديالنا. والنقاط الايجابيه وان هذيك الصندوقه اللي كنديروا كنقدروا نخبعوا فيها شي حاجه. دونك الناس اللي ما عندهمش البلاصه ديال باش فاش يخبعوا ولا الغونجمون يديروا هذوك الجناب لي كوان باش كيخبعوا فيهم مثلا
الفرش ديالهم ولا المنطس ديالهم باش كنربحوا هذوك لي زيسباس. النقاط الايجابيه كذلك كنقدروا نحطوا فوق منهم دي تروك ديكوراتيف ولا دي لومبادير ولا الا كان عندنا شي فاز ولا شي ان اوبجي اكسسوار ديكوراتيف كنقدروا نحطوهم في هذوك الجناب. النقاط السلبيه وهي كنقصوا واحد البلاصه ديال الجلاس، ولكن هذيك ما كتكونش اكثر كيجلسوا فيها الناس غير الا بغينا ننعسوا، دونك الناس اللي كيستعملوا الصالون ديالهم كذلك النعاس الى جاو عندهم الناس، فمن الاحسن ما نديروش هذوك لي كوان باش نخليو او موان البلاصه كبيره فاش ينعسوا الناس. دونك نمشيو النقطه اللي من بعد منها وهي لي كوان، ولكن كتكون اون فورم دو كنسمعوها بزاف الطابيسي كيقولنا هنا، وهي فورما ديال الفرماجه، يعني اون فورم تريونغولير. هما هذوك لي كوان اللي كنديرو في الجناب كيكونوا مصوبين بنفس الماطلة، كيكون الثوب مغير ولا بحالو. النقط الايجابيه وهي كنربحوا بلاصه في الجلسه، يعني هذاك القنت ما كيضيعش لينا، دونك هذيك الجلسه حتى هي كنستعملوها. كاين اللي كيدير هذيك الفرماجه غاديه كلها بالثوب يعني جلسه، ولا كنقطعوا ناخذوا النص ديالها اللوراني كنديروه بحال اون ايطاجير بالخشب، عاد كنديروا الجلسه ديالنا ديال هذيك لو كوان تريونغولير. دونك البوزيتيف ديالها كيف قلت لكم كنربحوا بلاصه، كذلك الاستيتيك تيجي زوين. النيجاتيف ديالها وهي كيف قلت لكم الناس اللي كيبغيو يستعملوه النعاس كيضيعوا واحد شويه ديال البلاصه، ولكن راه ماشي مهمه جدا. دونك هذه هي لا طوندونس اللي ولات بزاف ديال هذاك لو كوان تريونغولير ولا فرماجه. هاد الكوان فرماجه خصنا ولا بد الصالون يكون شويه كبير، لانه كياخذ لينا واحد 45 ديالنا في الجلسه، وفي الجناب كياخذ من متر و10 حتى المتر و20. دونك الا كان الصالون صغير راه صعيب نديرو هاد الكوان هذا ديال الفرماجه. دونك غادي نمشيو النوع اللي من بعد منه ديال لي كوان شفناهم، غادي نمشيو دابا نشوفوا الطبالي ديال الفرنش. دونك الطبالي ديال الفرنش هما فيهم انواع، كاين الطبله اللي كتكون بالخشب سامبل يعني غير خشبه سامبل ما فيها لا نقش لا والو، هادو كنستعملوهم في لي ستيل مودرن. دونك كتكون الطبله ديالنا غاديه، يا اما فيها لا كودوار يعني هذاك الجنب اللي كيغطي لنا الماطله، يا اما ما كيكونش فيه لا كودوار تتكون خارجه على الماطله. من بعد عندنا الطبالي كيكونوا منقوشين بالنقش مغربي، اما باللازر اما باليد، هذوك هما اللي كيمشيو في لو ستيل مغربي اصيلي. دونك بيان سور على حسب البيدجي، كاين اللي كيبغي عنده البيدجي كيقدر يمشي لذاك النقش اللي مصوب باليد، اما اللي ما عندوش البيدجي فكيمشي ياخذ هذاك لا ديكو بلازر يعني ذاك التقطيعه باللازر، كتكون نفس ستيل ولا نفس الموديل ديال الزواقه مغربيه، ولكن كتكون ناقصه شويه في الثمن. من بعد عندنا الطبالي اللي كيكونوا مغلفين بالثوب، يعني كيكون خشبه ولكن كنغلفوها بالثوب، كيكون الكوردوني ديال المطربه ديالنا، هذه حتى هي كنستعملوها في لي صالون شويه مودرن، كذلك التكلفه كتكون شويه ناقصه على الخشب اللي كيكون بالنقش. شفنا الطبالي ديالنا ديال الفرش، غنمشيو نشوفوا دابا الفرش يعني اليس كنجلسوا لي ماطلا ديالنا. دونك لي ماطلا عندنا جوج انواع، عندنا الماطلا بالغوصور اللي يعني داك الرسورانس، وعندنا الماطلا كيكون مصوب بالبونج ولا بلاموس. غادي نعطيكم التفسير ديال كل واحد، الايجابيات والسلبيات ديال كل واحد، لان هذا هو التساؤل الكبير ملي كنجيو نصوبوا الصالون ديالنا كنبقاو نتسائلوا واش نديروا الرسور ولا نديروا البونج ديالنا. دونك الرسور كيف ما كنعرفوا وهو كيكون واحد الماطلا مصوب في الشركه كيكون فيها رسورات بين وبين، وبيان سور عندنا الكوش ديال لاموس من الفوق والتحت. هاد الماطلا تاع الرسور كيكون شويه ثقيل بالنسبه ديال البونج، كذلك فيه لي كاليتي بزاف، ما تبقاوش تقولوا بان راه لقيت واحد رخيص الثمن ديالو راه كيتراوح من 400 درهم حتى الفوق. علاش لا ديفيرونس يعني الفرق بيناتهم كيكون في هذاك الرسور، كل ما كان غالي يعني هذوك الرسورات كيكونوا مقاربين بزاف، كل ما كان رخيص هذوك الرسورات كيكونوا مبعدين. داكشي علاش مع الوقت هذاك المطربه ديالنا كتخسر، كنقولوا ما صدقليناش الرسور ديالنا. كذلك النقط السلبيه ديال الرسور وهي هذاك لو بومباج اللي كنشوفوا في المطربه ديالنا كيكون شويه هكا اونغل مقاد، ما كيجيش داك الدوره زوينه، دونك هذا هو السلبي ديال الرسور. اما في النعاس فهو مزيان، الناس اللي كيبغيو يستعملوا الصالون النعاس ديالو فالرسور كيبقى وكيصبر، كيف قلت لكم خاصنا نعزلوا الكاليتي مزيانه يكون فيها رسورات بزاف ماشي مبعدين بزاف. اما غنمشيو دابا النوع الثاني وهو البونش. البونش حتى هو فيه انواع بزاف، كنسمعوا البصمه كنسمعوا خمسه البصمات، هذا راه غلط لان كل شركه عندها انواع البصمات ديالها، حنا اللي خصنا نشوفوا وهي الكاليتي ديال هذاك البونش. كنسمعوا بزاف 33 ولا بي اس 33 هو دابا اللي مزيان، ولا الاش ار يعني لا اوت ريزيستانس، يعني ملي كنبركوا عليه كيرجع لينا هذاك البونش ماشي كيبقى، يعني الا بركنا هذا هو باش نعرفوه واش مزيان ولا لا، ما فيها والو ملي يكون طابيسي كيخدم لينا، لان
السمنه كيتراوحوا بزاف من الصغير حتى الكبير. ملي يكون طابيسي كيخدم نمشيو عنده ونشوفوا السلعه ديالنا باش كيخدم لنا بها. دونك تيدير لنا هذيك البونج ديال 33 ومن بعد كيدير لنا هذيك البونجه الزرقاء ديك لاموس ديال لابيس اللي كنسمعوها باش كيخلي لنا شويه ارطب هذاك البونج ديالنا. دونك هادو كانوا هما الفرق بيناتهم. البوزيتيف ديال البونج وهي كنقدروا نعزلوا هذاك البومباج اللي قلت لكم وكيجي ان بو سوبل بالنسبه للروسور. كذلك كان العبارات ديالهم بيان سور كان كيف الروسور كيف البونج كنعزلوا لاوتور اللي بغينا غنشوفوها في العبارات ديال الصالون البلدي اللي كنضروا نصوبوا. دونك شفنا الفرق بين البونج والروسور. كيبقى هذا الاختيار ديال كل واحد. الاثمنه راه ديال الروسور كيف قلت لكم كيبدا من 400 حتى الفوق على حسب لا كاليتي وعلى حسب العلو. اما البونج فهو تتراوح من 550 درهم حتى الفوق كيف قلت لكم حتى هو على حسب لا كاليتي ديال لاموس. وبيان سور هذيك لاموس دائما خاصنا نديروا لها واحد الغشه ديالها باش ما كتبقاش ديك لاموس لاصقه لينا الثوب وما تبينناش الفرق ديالنا في الثوب ديالنا. كذلك لي غوسور عافاكم اللي كيشري الطربات ديال الغوسور دائما قولوا للطابيسي ديالكم يدير لكم واحد لاكوش ديال لاواط باش هذاك الخياطات ديال الغوسور ما يخرج لناش في الثوب ديالنا. هذه كانت هي النصيحه ديال الحلقه ديال اليوم. دونك دائما لاواط فوق هذاك لاموس ولا هذاك الماطلا الغوسور ديالنا.